بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في المحاضره الجديده اللي هتكون بعنوان انترنت لاير فانكشن. المحاضره اللي فاتت كنا اتكلمنا في الوظائف الخاصه بمرحله الترانسبورت او مرحله الهوست هوست، وتحديدا بروتوكول التي سي بي. النهارده باذن الله هنتكلم على الفانكشن بتاعت المرحله اللي تليها اللي هي مرحله الانترنت او ما تسمى في الاو اس اي مرحله النتورك. الوظيفه الاساسيه اللي في مرحله الانترنت هي الراوتينج، زائد الوظيفه اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي مرحله الادريسنج. ارجع ثقافه مرحله الادرس او الادريسنج، ان بروتوكول الاي بي اللي كان موجود في مرحله الانترنت كان من اهم وظائفه ان هو يجيب السيجمنت اللي جايه له من المرحله اللي فوق اللي مرحله تي سي بي، ويقوم ضايف عليها السورس اي بي ادرس والديستنيشن اي بي ادرس. وكنا اتكلمنا قبل كده عن الاستراكشر بتاع الاي بي ادرس اللي هو عباره عن اربع خانات، وكل خانه منهم قيمتها من 0 لغايه 255 او بالباينري عباره عن 32 بت، وقلنا انه بينقسم لنتورك اي دي وهوست اي دي، وعرفنا بعديها الجزء بتاع الكلاسز او الاي دي كلاسز. كل الكلام دوت كان عشان نقدر نفهم ان الاي دي بروتوكول بيحط الجزء بتاع السورس اي بي والديستنيشن اي بي على السيجمنت عشان في الاخر يعمل الجزء اللي اسمه باكت. يبقى الباكت هي السيجمنت زائد الجزء اللي ضافه الاي بي بروتوكول اللي كان اسمه الاي بي هيدر. دي وظيفه الادريسنج. الوظيفه باذن الله اللي هنتكلم عليها النهارده هي الوظيفه الاولانيه اللي هي اسمها الراوتينج. الراوتينج فانكشن اللي بيعملها في الاساس هي اجهزه الراوترز، ومن هنا جاء اسم الراوتر. اجهزه الراوتر هي اللي بتعمل او بتنفذ الوظيفه اللي اسمها الراوتينج. نرجع نتكلم شويه عن الراوتر عشان افكر حضراتكم، هو الراوتر كان بيعمل ايه؟ الراوتر كان وظيفته انه بيربط ما بين الشبكات المتباعده والمختلفه. يعني عندنا هنا شبكه كمبيوتر فيها سويتش متوصل عليها اكتر من جهاز كمبيوتر بالمنظر ده، و سويتش تاني واصل عليه اجهزه كمبيوتر. يبقى دي لان بي ودي لان ايه. عشان نربط التو لانز ببعضهم او الشبكات ببعضهم لازم يكون عندي راوتر هو اللي بيربط السويتش الاولاني بالسويتش التاني. وجود الراوتر في النص ما بين الشبكات يجبرني اني اغير النتورك اي ديز الخاصه بالشبكات وبعضها. بمعنى ان لو كان الشبكه دي الاي بي الاولاني في اول جهاز 10.0.0.1 طبعا بينهم ضف، والجهاز دوت 10.0.0.2 والجهاز دوت 10.0.0.3. اتفقنا قبل كده ان الشبكه ديت كلاس A لان اول قيمه قيمتها 10 في الرينج الاولاني، فدي كلاس A. معنى ان هي كلاس A ان النتورك اي دي هي اول خانه، والثلاث خانات الباقيين هم الهوست اي دي. بمعنى ان لازم تكون اي بيهات الشبكه كلها ثابت فيها القيمه الاولانيه 10 10 10. حتى الراوتر الانترفيس دي او البورت ده هو اللي خارج منه كابل للسويتش هو كمان له اي بي ادرس كانه كارت شبكه بالظبط، وبيكون الاي بي بتاعه في نفس الحيز يعني 10 0 0 وليكن 5. بما ان في راوتر ما بين الشبكتين يبقى لازم جزء النتورك يتغير، يعني ما ينفعش الاي بي ده ب 10
لازم يكون متغير عن 10، يعني ممكن 11 0 0 1 والاي بي هنا 11 0 0 2 والاي بي هنا 11 0 0 3 وهكذا. والانترفيس دي في الراوتر 11 0 0 10 مثلا. هنلاحظ ان هنا النتورك دي 10 وهنا النتورك دي قيمتها 11، ده علشان في راوتر في النص، لان الراوتر من وظايفه انه يربط الشبكات المختلفه. شوف كلمه شبكات مختلفه، طالما مختلفه يبقى لازم جزء النتورك اي دي القيمه العدديه لجزء النتورك اي دي في الاي بي ادرس تكون مختلفه عن 10، ده 10 ده 11، مش لازم طبعا يكونوا ورا بعض، ممكن 10 15 10 120 مثلا، مفيش اي شرط ان لازم تكون الارقام كلها ورا بعض. ونفس الكلام في الهوست اي دي، مش لازم يكون 001 002، ممكن يكون 0150 0110 015 20، اهم حاجه تكون قيمه الهوست اي دي متغيره. ده الشكل الطبيعي لتوصيله الراوتر لشبكات الكمبيوتر المختلفه. طيب الوظيفة الأساسية للراوتر دلوقتي هي إيه؟ الراوتنج. يعني إيه راوتنج بقى؟ راوتنج معناها هو اختيار المسارات اللي هتسلكها البيانات من الشبكة دي للشبكة دي. يعني إيه؟ يعني لو عندنا جهاز 11001 عايز يكلم الجهاز أو يبعث بيانات للجهاز 10001، الجهاز 11001 يبعث السيجمنت او الباكج سي دي لاول جهاز، اول بورت في الراوتر اللي هي الاي دي بتاعها 11010. يقوم الراوتر يعمل ايه؟ الراوتر يقرا الديستنيشن اي بي الموجود في الباكت المبعوثة من الجهاز ده للراوتر. بما ان الجهاز 11001 كان باعت للجهاز 10001، فالباكت المبعوثة من الجهاز ده كان فيها ان السورس 11001 والديستنيشن 10001 وباقي السيجمنت، ما دي باكت، دي كلها عباره كده باكت. الراوتر يقرا قيمه الديستنيشن اي دي اللي هي 10001 ويقارنها بجدول موجود جواه اسمه راوتنج تيبل. راوتنج تيبل، الراوتنج تيبل فيه ايه؟ الراوتنج تيبل فيه سطرين، السطر مكتوب فيه ازاي تقدر توصل للشبكة 10000، والسطر الثاني ازاي تقدر توصل للشبكة 11000. وعلشان نكمل الراوتنج تيبل لازم حضرتك تكون عارف ان اسم البورت المتوصل عليها الكابل اللي من السويتش للراوتر دي بيكون ليها اسم. هنفرض ان الراوتر البورت الاولانيه في الراوتر اسمها ايثرنت 0، وهنعرف كمان شويه باذن الله يعني ايه كلمه ايثرنت. والبورت اللي متوصله بالشبكه الثانيه اسمها ايثرنت 1، ده اسم البورت. ايثرنت 0 رقمها او عنوانها 10005، وايثرنت 1 رقمها او عنوانها 11010. يبقى علشان نقدر نوصل للشبكة 10000، يعني اللي أولها 10، لازم نبعت على أنهي بورت؟ من المنطقي إن إحنا نبعت على البورت اللي اسمها إيثرنت 0. وعشان الراوتر يقدر يوصل للشبكة 11 لازم يبعت لأنهي إنترفيس عنده؟ منطقي جدا إن يبعت الإنترفيس إيثرنت 1، E1. بس كده، ده الراوتنج تيبل. يبقى الراوتنج تيبل فيه خانتين ده لغايه دلوقتي. اول خانه
النتورك اي دي اللي متوصله معانا، اسم الشبكه اللي متوصله بالراوتر، والانترفيس اللي عن طريقه هوصل للشبكه دي. في مثالنا ان عندي الشبكه 10 ونكمل اصفار 10 0 0 0 متوصله على الانترفيس اي 0، وعندي الشبكه 11 0 0 0 متوصله عن طريق انترفيس اي 1. بكده كملنا الراوتنج تيبل. طيب هو احنا عملنا راوتنج تيبل ليه اصلا؟ هو موجود ليه؟ وظيفته ايه؟ لما الجهاز 11 0 0 1 يبعت بيانات للجهاز 10 0 0 1 توصل الباكت الانترفيس دي، اللي بدورها تبص على الديستنيشن اي بي. لما تلاقي الديستنيشن في الشبكه 10 يقوم يقارن الديستنيشن دي بسطور الراوتنج تيبل. هي الجهاز 10 0 0 1 موجود في الشبكه 10 0 0 0؟ ايوه موجود. طيب بما ان ده موجود في الشبكه دي، ابعت البيان ده او الرساله دي لانهي انترفيس؟ الانترفيس اي 0. يقوم الراوتر يبعت السيجمنت او الباكت للانترفيس اي 0، اللي بدوره هيبعتها على الكابل للسويتش، واللي بدوره هيبعتها للجهاز 10 0 1 زي ما هو مكتوب في الديستنيشن اي بي اللي في الرساله. طب لما الجهاز 10 0 0 1 يرد على الرساله ديت برساله ثانيه، ساعتها يبقى السورس 10 0 0 1 والديستنيشن 11 0 0 1. لما تنبعت دي للراوتر، الراوتر يقارن الديستنيشن اي بي اللي هو 11 0 0 1 باول سطر. يا ترى الديستنيشن 11 0 0 1 موجود في الشبكه 10؟ طبعا لا. يقوم يقارن بثاني سطر. طب يا ترى الاي بي 11 0 0 1 اللي موجود في الرساله موجود في الشبكه 11؟ ايوه موجود. حلو، طالما موجود ابعتها بقى على انهي انترفيس؟ الانترفيس اي 1. يقوم باعت الرساله للانترفيس اي 1، اللي بدوره يبعتها على الكابل للسويتش، واللي بدوره يبعتها للاي بي ادرس او للجهاز 11 0 0 1. اهو الوظيفه دي اللي هي مقارنة الاي بي هات بالسطور الراوتنج تيبل اللي سميناها من شوية التوجيه او الراوتنج. احنا دلوقتي شرحنا على شبكتين بس، وده مثال بسيط جدا. لا يا فندم، ده الشبكات اعقد من كده. ده احنا ممكن يكون عندنا راوتر متوصل براوتر متوصل براوتر متوصل بشبكة كمبيوتر، وده متوصل بشبكة ثانية، وده متوصل بشبكة ثالثة. في الحالة دي لازم يكون عندك في كل راوتر من الرواتر دي راوتنج تيبل في النتورك اي ديز بتاعت الشبكات كلها، والمعلومة بتاعت اوصل للشبكة عن طريق انهي انترفيس. على سبيل المثال لو الشبكة دي 10 0 0 0 يعني القيمة 10 هي الثابتة فيها، والشبكة دي 11 0 0 0 والشبكة دي 12 0 0 0 والراوتر ده هو في انترفيس اسمها اي 0 وانترفيس اسمها اي 1، ساعتها ايه المفروض يكون مكتوب في الراوتنج تيبل؟ المفروض يكون مكتوب ان احنا نوصل للشبكة 10 0 0 0 عن طريق انترفيس 0، واقدر اوصل للشبكة 11 0 0 0 عن طريق انترفيس 0 برضو، لان عشان نوصل من الراوتر لغاية الشبكة 11 مفيش الا السكة دي، يعني الانترفيس 0. واقدر اوصل للشبكة اللي قدامي اللي هي 12 0 0 0 عن طريق انترفيس 1، لان من الراوتر ده عشان ابعت بيان او رساله للشبكه 12 لازم ابعت اي 1. طب تخيل بقى ان احنا زودنا شبكه كمان كده، والنتورك اي دي بتاعها 15 0 0 0، يبقى لازم بالتبعيه يتم زياده الراوتنج تيبل اللي موجود في كل الرواتب. احنا بناخد مساحه واحد بس ده هو،
وينضاف فيه ان الشبكه الجديده قيمتها 15 0 0 0 واقدر اوصل لها عن طريق الانترفيس اي 0. يبقى المفروض يكون عندي سطور كتيره في الراوترز كلها في الراوتنج تيبل. ما تنساش ده كان اسمه راوتنج تيبل وده كان موجود في الراوتر. المفروض يكون عندي عدد من السطور بعدد الشبكات اللي عندك. عندك اربع شبكات يبقى عندك اربع سطور وكل سطر فيه نتورك اي دي واوصل للنتورك دي عن طريق اني انترفيس لوكال في الراوتر او موجود على الراوتر. طب مين اللي بيبني الراوتنج تيبل ده هوت في الرواتر؟ هل مدراء الشبكات المهندسين الشبكات هم اللي بيكتبوا بايديهم؟ دي طريقه فعلا. الراوتنج تيبل نوع من اثنين، يا اما يكون الراوتنج تيبل دوت راوتنج تيبل يا يكون ستاتيك، يعني بنكتبه بايدينا مهندسين الشبكات بيكتبوه بايديهم في الراوتر باستخدام مجموعه اوامر، او يكون دايناميك بيتكتب لوحده. طب ازاي الراوتنج تيبل بيتكتب لوحده؟ ده عن طريق مجموعه بروتوكولات موجوده على الراوتر اسمها راوتنج بروتوكول. يبقى الراوتنج بروتوكول دي مجموعه بروتوكولات او برامج موجوده على الرواتر من شانها او دورها انها تبني الراوتنج تيبل اوتوماتيكلي في الراوتر. ايه امثله على الراوتنج بروتوكول؟ في بروتوكول اسمه ريد، بروتوكول اسمه او اس بي اف، بروتوكول اسمه ريد فيرجن 2، بروتوكول اسمه اي اي جي ار بي، بروتوكول اسمه اي اس اي اس وغيرهم. دي كلها امثله على الراوتنج بروتوكولز الموجوده على الراوتر اللي لما نشغلها ونعمل كونفيجريشن ليها او نعدها للعمل تبني لنا الراوتنج تيبل اوتوماتيكلي في الراوتر بحيث يبقى الراوتنج تيبل في الحاله دي دايناميك مش ستاتيك. الوظيفه الخاصه بموضوع الراوتنج دي بتتم في اللاير الثالثه اللي اسمها انترنت لاير. يبقى وظيفه الراوتنج بتحصل في اللاير الثالثه اللي هي مرحله الانترنت او بيسموها في او اس اي موديل مرحله النتورك، واللي بيقوم بيها او اللي بينفذها هي الراوتر في المقام الاول، واللي بيبني الراوتنج تيبلز اللي بيساعد الراوترز انها تعمل الوظيفه اللي اسمها راوتنج هي الراوتنج بروتوكولز او الدايناميك راوتنج بروتوكولز، وامثله عليها ريب او اس بي اس، ريزن 2، اي اي جي ار بي، واي اس اي اس، وبي زي بي وغيرهم. بكده يبقى عرفنا ايه هي الوظيفه الاساسيه اللي بتتم في المرحله الثالثه واللي سميناها وظيفه الراوتنج. شكرا لحضراتكم واشوفكم باذن الله رب العالمين في محاضرات قادمه.